سؤال إزاي ربنا قادر على كل شيء في إيده إنه يموت آدم وما كانش ينزل ويتعذب؟ طبعا طبعا انت عارف ده عامل زي إيه؟ لما يكون في راجل في صحته وعافيته وشبابه وبعدين خلف ابن, طلع الولد عنده مشكلة في القلب, هيتحتاج ان هو يعمل جراحات ويصرف عليه وجايز يعيش حياة disabled يعني مش بكفاءة, فهل من المنطق الراجل يقول نسيبه يموت ونعمل غيره؟ ما انا بصحتي وانت بصحتك, ما جرش حاجة, ده يموت ونعمل غيره, مش ممكن, ده ما يبقاش اب. ما اسهل ان انا اتخلى عن انسان على اساس ما فيش منه فايدة. لكن لما يكون انا اب هقول لا, هحاول معاه مرة واثنين وثلاثة وعشرة لغاية لما يبقى كويس. فيش اب بيفقد رجاءه في ابنه. فاذا كان الله ابونا كيف يفقد رجاءه في ادم؟ تقول هيكلفه كتير. هكذا احب الله العالم. يعني إذا كان لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ محبة الله اقتضت أن هو يخلص آدم مش يرميه, بالرغم أن آدم ما تظلمش, ده آدم أخطأ بإرادته بحريته, لكن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة الروح القدس مش ممكن كان يتركه آدم أنه ينتهي ونعمل غيره.